مش النظر الجسد نقشوا هادشي النقط اللي عندنا في جدول الاعمال حول الدوره ديال اليوم ديال جوج في شهر جوج. النقط اللي عندنا، النقطه الاولى الدراسه والمصادقه على مشروع اتفاقيه الشراكه المتعلقه بمساهمه الجامعه الترابيه بجهه مراكش اسفي في تنزيل تصميم المدير الجهوي للتكوين المستمر وبرنامج التكوين لدار المنتخب. النقطة الثانية الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة مراكش ومجلس جامعة سيد زوين من أجل بناء خزانين مائيين بدوار سيدي علي مسعود ودوار قشبة. هاد النقطة الإخوان، لكن هاد دوار سيدي علي مسعود ها هما الصور، مشينا صورنا هذاك الشاتو، شوفوا تيبان لنا الشاطو باقي صالح وجديد، ما فيه لا تصدعات، وباقي صالح. والناس وسالنا بعد السكان ديال الناس ديال الدوار، تيقولوا لنا ودي هذا الخزان المائي كافي للدوار، ولكن المشكل عندنا هو في الماء اللي في التعميق ديال البيع وربط ديال الدوار بلونيب. حنا كابناء مركز السيد زوين وعارفين هادشي مزيان، ما تيبان لنا حتى شي مشكل السوق كاين من تما اللي رابط بين الدواوين، وزايدون هاد الدواوين هذاك هو ما كاينينش في سيد زوين، ما كاينش دوار سميتو دوار الشلوح، ما كاينش شي دوار سميتو دوار احمد ومزوق، ما كاينش شي دوار سميتو دوار بن عمر. هاد السيد بان هادشي التزوير في الوثائق في الدراسه ديال الجامعه وفي اللجنه، لا زور هادشي باش يكذب على المجلس الاقليمي. في الدراسه تبع الخاوي تطرق لا علاقه بالمجلس الاعمال، لا علاقه بالسكان. واش هي هذا؟ ماشي مو مشكل هذا. شوف هذا هو المشكل اللي كاين دابا دروك. دابا الفلوس تيقول لك الرئيس برمجوا لي الفلوس ديال بين ديال الدراسه وتيدير هو اللي عجبه في الدراسه. تيجوز له واحد لا علاقه. ما تيحددش ما تيحددش. هذا هو ما تيشاور مع المكتب. الانسان اللي بين ديال المغربي الفلوس يتشاور مع الاخوان، يتشاور مع الاعضاء اللي تيتزوج. لا الاستشاره. راه عندهم المشاكل كلها. راه ما معقولاش. واحد الطريق ديجا في الدار عندك انت. ولا ماشي مشكل ديجا في الدار. اختي قولي جماعه السكان كاينين. المشكل حنا ما لقيناش المشكل في الاداره. المشكل ديالي حنا في راي الجماعه باش يوضح لك الصوره كيفاش. لا ما توضح لنا حنا نمشيو للمصلحه التقنيه ما تبين لنا والو. فاش يجيو الناس اللي يديروا بغا يديروا الدراسه ولا هادشي يديروا طحين تبي تسولهم تقول هو الرئيس تسول يقول لك بلاتي. دابا نشوف مؤخرا فاش عندنا قال لك اودي هادشي معليش يمشي زوين كامل بعد الدوائر اللي قلاو او حتى الدوائر كلهم ما عادش يكملوا كامل. انا شخصيا درنا في الثقه باش انه نخدموا المصالح ديال الساكنه، باش نخدموا المصالح ديال الساكنه. سمعت عبد خاصه حنا عندنا العالم القروي واحد 6 بور ولا 7 باش انه نصوبوا الطرقان نفكوا العزله دوك السواقين قادوا لهم المسالك الطرقيه. وكاين عندنا بعض المرافق اجتماعيه ومرافق ثقافيه انه باش اسميت باش نقادوا هاد الامور. وكاينين جمعيات باش انه تيمشيو جمعيات ديالنا وكيقصيهم. هذا هو اللي كنتصفوا عليه. السلام عليكم، يوسف الحفدي مستشار جامعي عن حزب الاصاله والمعاصره. سي يوسف، يعني لاحظنا بانه المجلس ديال سيد زوين فيه بلوكاج اليوم، ما كانش النصاب القانوني ديال انه باش نعقد الدوره، اشنو السبب ديال هذا البلوكاج؟ اليوم ما كتملش النصاب في مجلس الجامعه سيد زوين. بالنسبه للاخوان ما جاوش حضروا دوك القرارات الانفراديه ديال رئيس المجلس، بين رئيس المجلس تنفاد بالقرارات ديالو، وكاين تعطف في التنميه بالنسبه ولينا حنايا تنعانيو من تعطف التنميه والسكان تطلب داك الشيء دوك الوعود اللي كنا عطيناهم في الحمله الانتخابيه اللي ما تحقق منها حتى واحد النسبه ديال 1%. ما تحققش في هذوك الوعود اللي كنا تنعطيوهم باننا حنا اصبحنا تنعطيو وعود كاذبه. المشكل ديال المجلس لهذا الفشل السياسي اللي وقع فيه هو داك الانفياد ديال رئيس المجلس بالقرار ديالو اللي ما يتشاورش حتى مع الاخوه اللي كاينين معاه في المكتب، ماشي حتى الناس ديال المعارضه، الناس اللي كاينين في المكتب المسيء ما تيتشاورش معاهم.
بالنسبه ولا هو واحد النائب ديالو اللي تنفادوا بكل شيء، اي حاجه بغيتو تديروها هما بجوج فقط. من الناس ما خداماش على التنميه في سيت زوين، التنميه في سيت زوين ما خدامينش عليها، خدامين على مصالحهم الشخصيه. بالنسبه ولاو تيقلبوا بيدوزوا الطقان لهذا الكوي ديالو، بيدوزوا الطريق لهذا شي واحد البلاد، وبيدوزوا له الطريق باش طفع شويه في الثمن. بالنسبه للبلاد الا كانت ديزا محل الطريق تكون زايده شويه، هادشي علاش ولات الناس مركزه. والمشكل ديال لاسينيسمو في سيت زوين اللي كانوا الناس قدام من 2006 ديال اللي واحد الدراسه اللي شامله المركز كامله، اللي كتكون تحط بواحد المعيار اللي هو على حساب الصف الصحي، اللي بيكون واحد الصف صحي اللي خدامه فيه خدام به جميع المراكز الصاعده. جاو حطوا لنا واحد دابا واحد التحيين ديال واحد الدراسه، وهبطوا بديك داك الوضحه اللي كان في 1973 اللي كانت داتو وزاره الفلاحه. بالنسبه لهاد الناس ولا تقلبوا هي على المصالح الشخصيه والدوائر السياسيه اللي معاهم تدافعوا عليها، وحنا تنعانيو من الاقصاء والتهميش. هادشي علاش حنا عندنا دابا تنعارضوا كاع هادشي على حساب هاد السيد الاقصاء والتهميش. خرجنا مع القائد وخرجنا مع الجلسه الاولانيه، راه درنا واحد الكروكي ولقاو لي تكذب ولا تيقول لك ما كذبش، ما كاين والو في هادشي، انا ما في راسي والو. واخويا العجب دابا حنا دابا غادي يكون هنا معاك زعما بينا الحب ديالنا ونضرنا فيه الثقه وصاحبنا ونضرنا فيه الثقه وتعاوننا معاه، حنا جايين به ولا باش نتعاونوا معاه؟ ما فهمتيش راه حد العاده ما فهمتش الله يعيش والو. زينا باش نخدموا معاه ولكن حنا خصنا نعرفوا هاد حول املاك الجماعه، املاك الجماعه.